حاجة إن أنا اتعرفت على حاجة ما كنتش عارفها قبل كده، موضوع العالم كله بيشغله، ممكن يكون في مصر شوية ما فيش اهتمام بيه، بس أكيد هيجي في المستقبل وقت وهيبقى كل الناس مهتمة بيه. في نفس الوقت وسع مدارك في حاجات كتير قوي عن البيئة وعن مصادر الطاقة، فعلا مليان معلومات. طريقة النقاش وطريقة المعلومة اللي احنا أخذناها كانت فعلا كويسة، وبتخلي الواحد يفكر مش بس يتلقى المعلومة وخلاص. أحب أشكر بس دكتور شادي على مجهوده وعلى طريقته في الإلقاء، وإن هو فعلا بيحاول يوصل المعلومة على قد ما يقدر وساعد صدره في الأسئلة كلها. كنت بفكر هي تبقى مفيدة بشكل مباشر ولا مش هستوعبها بسهولة في الأول، لكن الحقيقة إن أنا كنت شايفة إنها يعني as a basic knowledge فهي مهمة، مش بس لحد بيستاف أو حاجة زي كده، للناس البراكتيكال تشتغل بتطبق حاجات أو حاجة زي كده بس، فأنا شايفة إنها مفيدة وهي basic knowledge دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، ونفسي يبقى فيه workshops زي كده كتير. كنت مقرر ان انا هاخد ليد السنة دي، فاول ما شفتها جيت على طول. يعني هو سيستم كويس منظم عموما للحياة وكمان للبيلدينج انجينير، كله جديد بالنسبة لي، وفكرة ان ابص على الحاجة من فيو تاني غير اللي كنا بنبص عليها، حاجات البيئة، حاجات مهمة ممكن يعني كنتش متعرضة لها في شغلي قبل كده ولا في الحياة، في حاجة شخصية مش بس كارير شغل. انت ممكن في اختيارك في المكان هتقعدي فيه، المكان ايه، الحاجات اللي هتعمل افكت عليك، صحتك، على الانفايرمنت اللي حواليكي، ولادك، كل الناس يعني كل اللي انت مهتمية بيهم، فهو هيرفلكت في اختياري اتليست المكان، او يعني لو قدامي اوبشنز كتير انا هعرف اختار بينهم ايه الاحسن لي. لا حاسه انه مهم، الموضوع جديد ولسه مش ناس كتير عارفه عنه في مصر، حاسه انه هتبقى فرصه كويسه. يعني فتح لي حاجات كتير ما كانش حد فينا بيفكر فيها يعني هنا بالذات في البلد، يعني فيعني غير مفهومنا عن حاجات كتير قوي ليها علاقه بالكونستراكشن والاحتياطات البيئيه المفروض ان احنا نعملها. يعني حتى لو انا مش ناوي ان المشروع ده ياخد ليد او يبقى سيرتيفايد ليد، عامه حاجات مفيده للبيئه. اصحابي يعني كتير يعني نفس التخصص هقول لهم اكيد لازم ياخدوا الكورس ده. بالنسبه للدوره انا الحقيقه كتير سعيده اني حضرت هاي الدوره. انا ابدا ابدا ما ترددت، انا بالحقيقه كنت منتظره دكتور شادي عطيه لحتى يجي لحتى اعمل هاي الدوره عنده. انا اكيد بعد ما عملت الدوره بنصح كل المهندسين انه يعملوها، لان هي مفيده مو بس للكارير والمستقبل المهني، لا كمان بالنسبه للاطلاع بشكل عام والمعرفه عن هذا الموضوع. الدورة كتير مميزة، أهم مميزاتها أنه مكثفة وشاملة بنفس الوقت. يعني خلال يومين قدرنا نعرف كتير معلومات وكتير أشياء عن هذا الموضوع بشكل علمي منهجي، وكمان ربطه مع الممارسات اللي موجودة في العالم، وأمثلة عن أشياء كتير سواء كان بمصر أو خارج. أنا اسمي شادي عطية، أستاذ مساعد بجامعة لياج ببلجيكا، استشاري كفاءة ترشيد الطاقة والاستدامة في البنايات الخضراء، ومتخصص في العمارة البيئية في المنطقة العربية. الليد هي شهادة منظومة لتقييم أداء المباني اللي قام بإنشائها هو المجلس الأمريكي للبنايات الخضراء. الهدف من الشهادة دي هو اعتماد البنايات الخضراء بشكل منهجي. وبشكل عام الليد في منهجيتين أساسيين، بيقوم باعتماد المبنيات وبيقوم باعتماد المهندسين المتخصصين. بالنسبة للبنيات في نوع من السكور أو الرصيد اللي بيحصل عليه المبنى الأخضر المستدام من خلال 110 نقطة. كل ما يكون المشروع فيه معايير بيئية أكثر كل ما بيحصل على نقاط أكثر، وبالتالي بيتم اعتماده كمبنى بيئي. وعندنا 4 تصنيفات للبنايات: بنايات بيئية معتمدة أو بنايات بيئية معتمدة
ذهبية أو فضية أو فضية أو ذهبية وبعد ذلك بلاتينية. معنى كده إنه كل ما بيكون في أداء أفضل بيئي كل ما بيكون المبنى جودته البيئية أفضل. النقطة الثانية اللي مهمة جدا في شهادة الاعتماد ليد إنه بيكون باعتماد المهندسين، والمقصود هنا إن احنا نقدر نقيم خبرات المهندسين العاملين حوالين المبنى وداخل المبنى، وبنشوف ان عندنا شهادتين، شهادة الجي اي اللي هي الجرين اسوشيت، نقدر نعتبر الترجمة المماثلة ليها تكون مهندس بيئي معتمد او مهندسة بيئية معتمدة، والبديل الاخر بيكون ليد اي بي وده بيكون مهندس او مهندسة بيئية محترفة. الاساس في الليد انه اي حد يقدر ياخد السيرتيفيكيشن دي طالما هي او هو بيشتغلوا في مجال او صناعة البناء والتشييد. الاودينس او المعنيين بالليد بشكل عام هما جميع مطوري العقارات، ملاك المباني، مدير المشروعات، ده من ناحية الملاك، ومن ناحية المقاولين هما مقاولي البناء والتشييد اللي بيشتغلوا في المواقع في تنشيد البنايات وإدارة المشروعات، العقود، التوريد، خامات البناء، وأخيرا بنوصل لآخر مجموعة، مجموعة المصممين، والمقصود بها جميع العاملين في مجال التصميم من أول التخطيط العمراني كمهندسين، تنسيق المواقع، المعماريين، مهندسي الميكانيكا أو مهندسي التكييف بشكل عام، مهندسي الكهرباء، السباكة، وطبعا معانا أهم الناس المرتبطة بالسيفل انجينيرينج الإنشائي أو السيفل انجينيرينج بشكل عام. نقدر نقول ده الإطار العام للليد. الليد مفتوح لأي شخص عاوز يشارك فيه. الترينينجز اللي بنقدمها بتسعى إنها تنقل المعرفة دي للمشاريع إزاي ناخد بيها سيرتيفيكيشن، وللأشخاص إزاي ياخدوا اعتماد من المجلس الأمريكي للبنايات الخضراء. الترينينج كان النهاردة very interesting لأن الناس كانت متفاعلة جدا. عندي مجموعة مختلفة من المهندسين، عندي مهندسين ميكانيكا، عندي مهندسين معماريين، عندي مخططين، عندي مهندسي إنشاء، عندي مهندسين مرتبطين بالمواقع، وكل نوع من المهندسين ليه أسئلة مرتبطة بخلفيتهم. معظم الأسئلة مرتبطة بكيفية التطبيق، وعندهم تصور بشكل عام إن في صعوبة تطبيق الليد في مصر. طبعا هو الموضوع مش سهل جدا، لكن في نفس الوقت ما هوش مستحيل. بمعنى طالما كل ما تكون الممارسات مثالية مرتبطة بصناعة البناء وفيها عنصر من الجودة، كل ما هيكون الشركة عندها قدرة أو الاستشاري عنده قدرة إنه يطبقه. لكن بشكل عام في تجاوب، في تفاعل، في أسئلة كتيرة. عندنا فورم بنتابع بيه بعد الترينينج، وبنحاول نرد على الناس، بنعمل لهم استشارات ما بعد بيحضروا الترينينج. الأهم حاجة عندنا إن احنا وصلنا إنه من كل 10 أشخاص واحد بينجح في الامتحان، وده ريت جيد. أتمنى الناس تشارك معنا في المستقبل بحيث نقدر يبقى عندنا أكبر عدد من المهندسين المعتمدين المحترفين في المجال البيئي، لأن المنطقة العربية محتاجة الموضوع ده.